ايه رايك بقى؟ هي فعلا ممتازه وحساسه. دي من المطار راسا. هي كانت مسافره؟ انا بتكلم عن الويسكي. انا قصدك بيانست. انا ملاحظ انك مهتم بالفن ده قوي، عمال تشتري في الصور وتسمع في مزازيك، وانا جبت لك حاجه على مزاجك، اجرت البيانو والبنت. ايه رايك؟ اسمع، البنت اللي بتعزف بطريقه حساسه، صوابعها متدربة تمام. فعلا، أنا اسمك. روحي اقعدي مع عبد الستار بيه، أنا سبته قاعد على البر لوحده. أوه ده متعب قوي، تصور ما بيعرفش يعني إيه البيتلز. ما يعرفش البيتلز لكن يعرف البيانو والبيانيست. يا ستي استحملي سخافته. أه بس كلكم وإنه ما يعرفش يرقصها كذلك. ده أنا هعمل معاه صفقة تعيشني ملك. أنتوا لسه ما خلصتوش؟ خلاص يا فندم. طب يلا. شايله شوية. حاضر يا بيه. يلا الناس قاعد. انت صحيح بتعزفي بطريقة ممتازة وصابعك متدربة تمام زي ما قال عبد الستار بيه، انما ان لبطنك عليك حق. الظاهر ان انا جيت هنا غلط، مش انت اللي جايبني هنا عشان اعزف؟ امال فين اللي بيسمعه؟ طيب يا عمر اديها اجرتها ومشيها ورجع البيانو ده لاصحابه وهات الرهن. انت ما عندكش ذوق. ايه انا ما عنديش ذوق؟ انت السبب يا فندم. انت المسؤول عن اهانتي. بنت قليله الادب صحيح؟ انت جبتها منين دي؟ يا سعاده البيه ساكنه في بيت من املاكك ومساحه في انا، وانا مش هنام الليله الا اذا جبتها تعتذر لسعادتك. يا تعتذر يا انا انتحر. طب اتفضل 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 ناكل. اتفضل. بابا. يا عيون بابا كنت فين يا بنتي؟ اسكت يا بابا، حصل حاجة مضايقاني قوي. خير؟ كنت بعزف في حفلة وبعدين لازم طلعوا ناس ازاز، سبتهم ومشيت. تصور انهم فضلوا القلقاس على الموسيقى. مش قلتلك ولا يهمك، انا عازمك الليلة على الاوبرا. الاوبرا مرة واحدة؟ امال وانا عندي كم سوسة. ميرسي ميرسي قوي يا بابا. انا قبضت النهاردة تمن لوحتين، الفلوس كتير قوي. يا حبيبي يا بابا انت اعظم فنان، وانت اجمل بنت في العالم. قول أجمل بنت في الأوضة دي. السلام عليكم. أهلا، إزيك يا عمر؟ أمال فين مدموزيل سوسن؟ جوه، بس إحنا رايحين الأوبرا، في حاجة؟ أيوة، مستعجلة جدا. كده؟ أيوة. يلا يا بابا. طب نقعد شوية، الظاهر الأستاذ عمر جاي في مسألة كده، اتفضل. اعملي معروف، انت هتوديني في داهيه. يرضيك يا استاذ سمير؟ عمر يا بابا هو اللي خدني الحفل. كده؟ هو انت؟ وما خدتش فلوسها. وشتمت صاحب الملك وطلع الجاري. واتربيت الحكايه فوق دماغي انا. وانت عايز ايه دلوقتي؟ تيجي تقابله وتصفي الموقف، وعلى الاقل تاخد فلوسها. يا سيدي الله والغني، انا مش عايز. صباح الخير يا سعادة البيه. صباح الخير. ها؟ امبارح كنت بتقول انك هتنتحر اذا ما كنتش تخليها تيجي تعتذر. ايوه فعلا يا فندم، انتحر وهي تعتذر زي ما سعادتك تؤمر. وايه النتيجه؟ اتكلم. الحقيقه يا فندم فهمت. رفض. ايوه لكن ممكن احاول تاني. تحاول ايه يا استاذ؟ انا عرفت من المكتب النهارده ان بقالهم 9 أشهر ما دفعوش الايجار. امال انا بديلك 30 جنيه في الشهر ليه؟ عشان تنام على ودانك وتسيب اموالي تتنهب؟ اصلهم صعبوا عليا قوي يا فندم.
بقول لسعادتك دول فنانين. على كل حال انا هسامحك المره دي لانها جت مصلحه. الوقت اقدر احجز عليهم وازلهم. خلاص يا فندم، نبيع عفشهم؟ مش مهم العفش، المهم يتباع البيانو بتاع البيت اللي حطه من خيرها في السماء. لازم يتباع عشان تبطل فلحته وقله ادب. اعمل لهم قضيه والبيانو ده لازم يتباع في المزاد العالي. امرك يا فندم. البيع في حياتك يا سعادة البيع. البيانو بعناه والحمد لله، لكن الأهم من كده إني اكتشفت لك منجم رسومات هايلة يا سعادة البيع. اتفضل سعادة البيع. من هنا، اتفضل. أنا آسف للي حصل. ليه إجراءات بتتعمل بشكل روتيني؟ ما كانش يجرى حاجة لو كنتوا استنيتوا شوية. كل إنسان بتمر بيه ظروف برضه. عمر قال لي إن عندكم صور كويسة مش بطالة، والحقيقة في ناس عمل عندي بيحبوا الصور قوي. قلت أجي ألملهم شوية صور. وأنت يا عمر، اختار كم صورة كده حلوين واخصم ثمنهم. أيوه. إحنا هنسوي كل حاجة. وأنا منتظرك. فوتي علينا نتفاهم. ايوه فوتي علينا. ولا يهمك، ارفعي راسك فوق فوق. اهو. لا، فين الضحك؟ احنا كويسين قوي قوي. انا متاسف، المساله كانت مجرد اجراءات الموظفين بيعملوها من غير ما اعرف. ايوه. انا لما اشتريت الصور كان غرضي اساعدكم. ما تتصوريش قد ايه انا مهتم بالمشكله اللي انت فيها يا مدموزيل سوسن. انا فكرت في الموضوع. اسمعي، انا ليه بنت عم غاويه رقص ومغنى؟ ايه رايك لو تديها درس بيانو؟ مش هتاخدي الدرس ده؟ بتقولي ايه؟ درس البيانو؟ البيانو البيانو دي المية لذيذة بشكل. تعالي اجيب لك مايوه انزلي معايا. والدرس البيانو ضروري يعني. اهلا يا سوسة، دي اتعب. بس لسه كتير على اول شيء. يا ستي مش مهم. وبعدين كل يوم بالطريقة دي، انا ما اديتهاش ولا درس لغاية دلوقتي. مرة في البسين، مرة بتاخد حمام بخار، ومرة عند الكوافير. هلو حسام. اهلا يا سوسة، انت مزعلة سوسة ليه؟ اوه، عشان درس البيانو؟ في مفاجأة عشانك. خير؟ هقولك وانا بوصلك، تعالي.
انت واخدني على فين؟ ما هي دي المفاجأة. مفاجأة ايه؟ هعرفك بناس هنا. وايه المناسبة؟ ما تخافيش، ده درس بيانو. اتفضلي. نشرب كاس؟ لا ما بشربش. طب اتفضلي. امال فين لحد يوم الدرس؟ انا؟ ما هي دي المفاجأة. تديني درس، اديكي درس، ولا ايه؟ تعالي. انت قليل الادب. الله يسامحك. امال جيتي ليه؟ لاني افتكرتك راجل شريف. يا عمر. ايوه هند. عرفت سمير بيبيع الصور بتاعته فين؟ في محل بتاعه في تعاونه. يا ترى بيكسب كتير من بيع الصور دي؟ اهو يا دوب عايش هو وبنته. عايش هو وبنته، انا لازم اقدمها. انا بقول يا فندم كفايه حجزت عليهم. حجزت عليهم انما ما قدمتهمش. دول ناس عاملين زي الصقر، الرصاصه اللي ما تصيبهمش تخليهم يطيروا لفوق اكتر. بس انا مش اي صياد. وفين محل بندق؟ في باب اللوق. الله، محل بندق. عايز تعرف احنا رايحين لبندق نعمل ايه؟ هنعفيه من صور سمير. ازاي؟ يعني من النهارده بندق مش هيشتري صور من سمير. مش معقول، دول اصحاب من زمان. مفهوم، وبندق بيخدم سمير بعينيه. ومش ممكن ينسى عشرة 30 سنة. أنا معايا اللي ينسيه عشرة 300 سنة. وينسيه اسمه كمان. انك دفيان، انا جايب لك لوحات تلوح. دفينا بقى معاك. لا بطلنا، ربنا تاب علينا. بجد بطلت الخمره؟ لا بطلت الرسومات والمناهده مع الزباين. طب شوف الرسومات يا سيدي. انا بطلت الكار ده كله. يعني هتقفل المحل؟ اه، وهفتح خماره. اضرب هذا حماده وخلينا نشرب لنا كاس. متاسفه ما لقيتش غير دول. ما هو ده المطلوب. بصي، لازم اعمل رجيم. ماما بتسلم عليكي وبتقول لك اتفضلي. ازيك يا بلبل؟ ايه ده يا حبيبي؟ دي حلاوة نجاحي في المدرسة. مبروك يا حبيبي. مرسي. وديتي الحاجة لقبلتك سوسن؟ أيوة يا ماما. وقلت لها إن دي حلاوة نجاحك؟ أيوة، وكذبت عليها كمان. يوم هتكون غلطتي يا بلبل وقلت لها إنك سقط؟ بلبل ابن جارتنا نجح وبعت لنا حلاوة نجاحه. على كل حال الفاكهة ما تضرش. خدي دي. ميرسي يا بابا. بندق ما عادش بيشتري شغلي، لكن أنا عرفت محل جديد. وبكرة الصبح ربك يفرجها. يا أستاذ ارسل لنا طبق فاكهة، زهرية ورد، حاجة كده. لو حاجة إيه دي يا أستاذ اللي مش عارفين لها راس ورجلين؟ أي خدمة يا بيه؟ لا متشكر.
ايه اخبار البعدة الفنانين؟ انت سكرت؟ ده انا نفسي. اتفضل سعادتك. شكرا. ها ما قلتليش الفنانين البعدة اصبحوا زحفتون. زحفة ايه؟ زحفتون يا فندم. يعني اي زحفوا على بطونهم. تبقى حانت ساعة الصفر. ابدأ الهجوم. طب ازاي؟ تروح انت دلوقتي تديله الظرف ده. فلوس؟ ايوه. وانا بكرة هطب عليهم زي حمامة السلام ومعايا البيانو وابتسامة ساحرة ونشوف مين هينتصر. طيب لا كفاية. روح انت دلوقتي. سوسن مساء الخير. ايه الحكاية؟ قطع النور يا بابا. طيب ما تفتح لنا الشباك ده. انا جايب لك عشاء معايا. طب يلا ناكل سوا يا بابا. انا سبقتك. شوفي بطني منفوخة ازاي. كل يا حبيبتي. خير. ده هو سهلا. ده حسام بيه كان عاوز يشتري صور تانية وبعد لك الفلوس دولة لغاية ما يفوت عليك بكرة. فلوس ايه؟ صلي على النبي صلي على النبي. ده انتوا مش لاقيين تنوروا. سلام عليكم بقى. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ميرسي. ده انت تعبت نفسك قوي. العفو. ده اقل من الواجب. يا ده انت جايب لنا مهرجان معاك. لا أنا حبيت أجيب البيانو للمدمازيل سوسن. ودي سمنة مفتخرة معمولة عندي مخصوص في العزبة. هو عمر مش فات عليك امبارح؟ أيوه متشكر. وأنا حضرت لك اللوحات تختار منها اللي يعجبك. صدقني أنا ما بفهمش حاجة في حكاية اللوحات دي. لكن من يوم ما عرفت إن المواهب الفنية كانت بتكبر تحت رعاية الأمراء، حسيت إني لازم أكون معاك. والله أنا عمري ما فرضت حاجة على بنتي. دي مسألة تخصها. كده؟ عندك حق. نسألها. سوسن. سوسن. صباح الخير. إزيك يا سوسن؟ الحمد لله. سوسن. حسام بيه جاي عشان يخطبك. ايه؟ عندك مانع؟ مش موافقة؟ موافقة. صباح الخير يا ستي ساوسن. اهلا وسهلا. اتفضلي. لا مؤاخذه.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعايمه. متشكرة قوي. أنا قصدك في خدمة يا ستي سوسة. تحت أمرك، أؤمري. الواد ابني ما جابش مجموع فدخلته مدرسة خاصة، وانت عارفة بقى مصاريفها كتير واحنا مش حملها، والحالة زي ما انت عارفة انكسرت علينا الأجرة 4 أشهر فانحجز علينا. اعملي معروف كلمة حسام به يا ستي سوسن يفك الحجز ويستنى علينا شوية. بس كده يا ست دورية. حاضر، عن إذنك ثانية واحدة. الله، انت رايح المكتب بدري النهارده؟ ايوه. الكرافته دي لايقه على البدله قوي. ميرسي يا ستي. عارف مين اللي عندنا في الصالون؟ الله، احنا عندنا ضيوف. واحده صاحبتي من ايام السبتيه. لا ده كلام، سبتيه ودي جايه على الصبح عايزه ايه؟ اظن مش مفروض تتكلم عن صاحبتي بالطريقه دي. انا اسف. احب اعمل لك ايه على الغدا؟ شوف يا ستي، الاوردر فواجرا، وعايز رز بالمكسرات وحمام مخلي وكوسه بالبشاميل والملوخيه وبعتين كزبره والحلو كريم كراميل. اظن ده كفايه. تعرف ان الست دريه ظروفها صعبه جدا. دريه مين؟ صاحبتي. ما هو اساسا لو تديها حاجه هتاخد على كده. دي مش جايه تطلب حسن، انت عامل عليها حجز عشان ما دفعتش الايجار، ودلوقتي المحضرين في بيتها. انت هتتدخلي في شغلي ولا ايه؟ ابدا، بس ده موقف انساني لازم يتحل. ازاي بقى؟ توقف وتديها مهله. فلنفرض اني اوقفت الحجز واديت لها شهر مهله او شهرين. لا، انا حديها مهله سنه. صحيح هتعمل كده؟ ايوه، بس بعد السنه هتدفع الفلوس منين؟ هي ليها عم هيموت في البرازيل مليونير وهتورثه. قصدك ايه؟ الظاهر في حاجات انت مش فاهماها يا سوسن. لازم تعرفي ان مصاريفنا كتير، وانا لو اتهونت في اي مليم ليا عند الناس مش هنعرف نصيف في لبنان ولا نشتي في اسوان. بس دي صاحبتي يا حسام. صاحبتي؟ الحكايه دي كانت زمان. انسي بقى اصحابك دول، انت دلوقتي حرم حسام بيه الجوهري. والنبي انا اسفه قوي يا ست دوري، يعني هعمل ايه؟ معلش، خدي دول مؤقتا وان شاء الله الحجز هيتفك. طيب، كتر خيرك. استاذن بقى. مع السلامه. بتقول ايه؟ لا يا فندم، قصدي كلام سيادتك كله مظبوط يا فندم. طبعا. وعد. ايه الكلام اللي كنت عايزني فيه؟ ايوه، سكان املاك سيادتك في السبتيه والغوريه تعبني قوي. ايجارهم كله لا يتعدى 7.5 ساعة، ومع ذلك بغلب على مليم ونصهم. عندك حق. وعشان كده ههد البيوت دي، وابني مكانها عمارات جديده لناس جداد. ناس محترمين يدفعوا الايجار في ميعاده. انا عاوز اعتمد عليك انت، وانت المسؤول قدامي. انا تحت امرك يا فندم. هد بيوت السبتيه كلها، وهد بيوت الغوريه كمان كلها. Thank you.
أظن العقدة ده لازم يخليك تصحي وتزقططي. حلو. ده تمنه 219 جنيه ونص. أنت ناسية النهاردة عيد جوازنا؟ أنا محضر لك مفاجأة كبيرة. قومي البسي وتعالي شوفيها. ميرسي. أرجوك سيبني أغير هدومي. أنت واخدني على فين؟ ما هي دي المفاجأة. طب ما تقولي إيه هي؟ فيلا على أحدث طراز هنا في المعطل. أنا عارف إنك تحب الهدوء. فعلا. ويمكن الهدوء هنا يخلينا نحس ببعض. أنا حاسس إن كل يوم بيمر بيبعدنا عن بعض بدل ما يقربنا، وده غلط. ما احنا قاعدين جنب بعض أهو. مش ده قصدي، وأنت فاهمة. يعني أعمل إيه؟ تحبيني، تحبيني. حاضر. أهو ده المهندس اللي هيبني الفيلا. وقاعد مع عمر والغفير بيعمل إيه؟ ده شاب طيب وساذج جدا، عبقري، لكن مش مقدر نفسه. ومضيع نص وقته مع البوابين والغفر والعمال. غاوي يقلب دماغه بالمناقشات معاهم. لا انا مش هشتغل. ليه كفى الله الشر؟ المساله مش اي عمل. انا عايز ابني تحفه مش فيلا زي علب السردين. طبعا طبعا. طب ازاي عشان توفر جنيه من ثمن المتر تقوم تختار حته ارض زي دي؟ بقى معقول؟ المكان ده ما ادانيش فرصه ابني التحفه الفنيه اللي في دماغي. بقى معقول انا عشان خاطر جنيه وانا؟ لا مش دي تعليمات سيادتك؟ عمر امشي انت روح المكتب. يا سيدي اختار المكان اللي يعجبك. ايه ده؟ ده وقت يكتبوا حاجه تقرف. اعرفكم ببعض، مراتي سوسن. تشرفنا. المهندس احمد زاهر. فرصه سعيده. المهندس رسام كمان. صحيح؟ ده بابا كمان رسام وفنان قوي. كويس لما عيله يكون فيها فنان. مش فنان واحد، دول اتنين. لا حسام بيه ملوش دعوه بحكايه الفن، ده راجل اعمال ناجح. فهمها يا سيدي، تصور انها بتقعد تعزف بيانو ليل ونهار. صحيح، ده غلط. انا افتكرت مرات حسام بيه لازم تكون مشغوله بالحفلات والموائد والملابس. مش كده والنبي؟ المفروض انها كبرت على حكايه البيانو دي والموسيقى. فعلا الموسيقى والفن ما لهمش مكان في بيوت الناس المحترمين. فعلا. شوفوا بقى المكان اللي اخترته. هنا تصحى من النوم تفتح شبابيك الفيلا على تاريخ مصر كله، تلاقي المشربيات القديمه في حضن العمارات الجديده، والمغرب تتمتع بمنظر الشمس وهي جايه من ورا الهرم تستحمى في النيل، وبالليل تلاقي القاهرة لابسة عقد لولي من الفوانيس واللمط. لا ده انت شاعر كمان. حد يشوف الرئة دي كلها وما يقولش شعر؟ عندك حق. الواحد هنا يقدر يمشي فوق القاهرة ويدوس عليها ويحس انها تحت رجليه. يبقى المجموع كام يا عمر؟ 7424 جنيه يا فندم. ده مبلغ كبير. ما انا مليتك كل مفردات الميزانية. متهيألي ممكن نختصر شوية في مساحة الفرندات مثلا. الفيلا اللي انا راسمها مش جلابيه تطلع طويله نقوم نقصرها. ده عمل فني. طب اتعبك ممكن؟ والله انا مقدر لنفسي مبلغ اعتقد اني استحقه. يا باشمهندس انت راجل فنان والفلوس ما تهمكش. ارجوك انا ما احبش اتكلم في الحاجات دي. اتفضل انت يا عمر. طيب شوف بكره هحضر لك العقود عشان تمضيها في حدود الميزانيه اللي اتفقنا عليها. أنا أحب كل معاملاتي تاخد الشكل القانوني. وبالمناسبة أنا عايز أعرفك بعمي. ده راجل أعمال كبير. هلو حسام. أهلا سوزي. الأستاذ حمادة. أهلا وسهلا. طب
طيب. الفيلا بتاعتك حاجة عظيمة خالص يا إكسلانس. دي قصة طويلة جدا معظم الناس ما يعرفوهاش. والله الراجل ده هو الوحيد اللي ما يعرفهاش. الفيلا دي بناها الباشا والدي رحمة الله عليه. والدي في الأصل ترك بيته في تركيا وقرر إنه يجي مصر علشان يبدأ حياته من جديد. أيوه أيوه. ضحى بكل شيء. عارفين عارفين. ركب على ظهر أول باخرة جاية مصر. كنت معاها أنا وأخويا. أبو حسام. كنا سعداء جدا. على فكرة بابا كان مدلعنا خالص. كنا كل سنة بنصيف في الريفيرا وكان عطوف جدا. أول ما وصل مصر راح على طول للخديوي. مفهوم مفهوم. أصله بلدياته. أيوه طبعا. وفضل نجمه يصعد ويصعد وعرفته كل الناس. لكن هو ما اكتفاش بكده. بص حواليه وقعد يشوف ايه احتياجات المجتمع علشان يعمل نهضة معمارية واقتصادية. مفهوم. بنى كتير في صالح الاقتصاد الوطني. وكان في كل اعماله بيبيض وشنا قدام الاجانب. واخيرا استقر في عملية الاستيراد والتصدير وعمل شركة كبيرة قوي. دي قصة كفاح الباشا والدي الله يرحمه. تعيش يا ده الازاز كتر قوي. ايه ده؟ ويسكي يا فندم. ويسكي وريني. مش بطال وريني. ويسكي. مية. منزل مهندس احمد زاه. دقيقة واحدة. تحية. واحد عايز اخوك. الو مين؟ هو خرج نزل وزمانه في السك. صوري يا ناهد انه كان ناسي ميعاد الحفل. لولا انا فكرته مع ان الناس دول كانوا هيجيبوا له شغل كتير. وانت يا ناهد مش غريب. انت عارفة ان حالتنا على قدنا وهو قرشه مش له. يسيب عملية بألف جنيه عشان يعمل ديكور لشقة واحد صاحبه ببلاش. ياه ده يبقى غلطان قوي. الشبان اللي في سنه لازم يحطوا القرش على القرش. انت لازم تكلميه تحية. انا كل ما اجي اكلمه يقول لي الكلام ده تقوليه لتلامذتك في الفصل. اعمل له ايه؟ ايه ان شاء الله الحفله تكون عجباك. الحقيقه اني مش تيجي يا سوسن تقعدي مع شويكار هانم. معلش اصل بكلم بابا في موضوع مهم. طيب المهندس احمد زاهي عمي الجوهري. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله. يا مهندس ممتاز. الله ده في فدانه نغزه. دي علامه العبقريه. العفو. انا عندي حته ارض في المنيا اللي عايزك تعملها عماره. حاضر بس لما اخلص فيلة حسام. دي هتعجبك قوي. فعلا الرسومات الاولى مبشره. انا متاكد انها هتكون تحفه. لا اعمل معروف. انا مش عايز تحف. انا عايز حاجه تجيب فلوس يا ابني. ازاي يعني؟ السقف العالي يوطى فالعماره بدل ما تبقى 10 ادوار تبقى 20، فالاوض الواسعه تضيق، الدور بدل ما يبقى دورين يبقى 4. انا هفهمك شغلك ولا ايه يا باشمهندس؟ انا شايف ان الشغل ان لازم اعمل بيوت صحيه وجميله ومريحه، مش هساعدك في استغلال الناس. استغلال؟ استغلال ايه يا افندي؟ انا اسف، انا ليا شروطي في التعاون مع الناس. ممكن تشوف مهندس غير؟ يا سلام، انت للدرجه دي عدو نفسك؟ طب عن اذنكم انا هفوت عليك يا حسام عشان نوريك الرسومات. خساره، انت مهندس عبقري. عبقري مظبوط. ده دمه خفيف قوي. انا حبيتك قوي يا ده باشمهندس. احنا لازم نتقابل ونتناقش. شوف بقى، انت تجيلي بكره في المرسم بتاعي في وكاله الغوري. هو اجيلك الساعه كام؟ انا هستناك الساعه 5. الباشمهندس يحب ياخد ويسكي؟ مفيش مانع. طيب اتنين دبل تريبل ولا اقول لك هات لنا ازازه؟ اصل الازاز كتر قوي. ايه ده؟ ويسكي؟
ويسكي وريني. فعلا مش بطال، وريني. ده ويسكي. روح انت. طيب معايا ويسكي. ايه انت ماشي؟ انت ما تشوفيش؟ لا انا مفتحه قوي بس انت مش قدي. انت موقفاني عشان تقولي لي الكلام ده؟ لا مش كده بس، في حاجه تانية؟ يعني طب انا مستغنى. ياه انت جد قوي وفدقني نغزه مش كده؟ دمك خفيف قوي، عبقري فعلا. ممكن تيجي حفلة عيد ميلادي؟ حاضر، بس ما جيتش يبقى نسيت. وحيادي عشان خاطري إذا سمحت. طيب إمتى؟ تحب يكون إمتى؟ شاطرة عزيزة. أنا سواق السيادة، أقدم لك عزيزة أهي. عزيزة الأمورة أهي. أنا مستعد لتوصيل الطلبات إلى جميع الجهات. وبعدين بقى؟ طالب القرب يا عالم. وادي الدبلة أهي، جرح في صباعي. بتقولي إيه؟ أزمة مسكن؟ لا لا ولا يهمك. نسكن في عزيز. وادي مكتب أهو، وسرير بيتهز قوي، ودواليب كتير حلوة أهي. يبقى ناقص إيه؟ بلتكنة؟ مش عاجباكي؟ دي آخر حلاوة. تاكس. خير يا أبلة. رايحة فين يا إيناس؟ الوحدة يا أبلة. طيب يا حلو. اسمعي يا شاطر، اسمها إيه دي؟ دي أبلة تحية. تحية؟ بتشتغل مدرسة؟ أيوة دي الأبلة بتاعتي. يعني بتشتغل عندكم هنا؟ بتقعد تعري فيكم؟ طبعًا. تفهموش منها أي حاجة؟ طبعًا. نفسي يا أحمد تبني لي حتة الأرض بتاعتي، ولك عليا مش هتدخل في شغلك، بس على فكرة الأرض بتاعتي صعبة قوي وعاوزة مهندس عبقري زيك. أنا جاية لك على طول، نروح نتفرج عليها. باي. اتفضلي. في واحدة ست عايزة حضرتك. أهلا وسهلا. هلو. ها عجبتك تصميماتي؟ انت بتبني فيلل بس؟ وعمارات كمان. قول كده، اصل الفيلل الصغيره مش محتاجه لشغل كتير، لكن فيها جمال ومحندقه على قد اللي ساكن فيها. لكن انا احب السكن في العمارات الكبيره وناس وزحمه. اصل انا اجتماعيه بطبعي. انت اللي رسمت التابلو ده؟ لا ده منقول. التابلو جميل لكن الفنان ما عرفش يختار الموديل. تعال يا احمد اقعد. تعرف يا احمد انا نفسي ترسمني، انا متاكده انك هتعمل لي صوره جنان. ايوه بس انا عموما برسم قليل قوي، انت عارفه ان انا عندي شغل كتير. ترسمني على اقل من مهلك، انا مفيش ورايا حاجه، مستعد اقعد معاك كل يوم من الصبح. احنا مش هنشوف الارض. اخسى عليك يا احمد، انت على طول مستعجل كده. يلا بينا. Thank you.
تعال يا واد حنفي. تحت امرك يا استاذ. انا جاي لي ضيف، عايزك توضب لي طبق فاكهه، شويه برتقان، شويه موز، وتعمل لنا شاي عظيم الشاي. يلا. ايوه بس الموضوع يا استاذ. اختشي يا واد حنفي، بكره جاي لنا فلوس. يلا. اهلا يا بابا. اهلا يا ست الكل. ازيك يا بنوتي يا روح قلبي. انا امبارح حلمت ان القمر زارني. يا حبيبي يا بابا. وايه الجاتوه اللي انت جايباه ده؟ ده انا عندي جوه سبت فاكهه. ما انا عارفه. تعرفي مين جاي لي دلوقتي؟ مين؟ احمد زاكر. صحيح؟ برافو، شاب ظريف قوي، كل ما اشوفه افتكر، مش كده والنبي؟ قصدك تقولي انه مجنون زي باباكي؟ وماله يا بابا؟ انا اتعلمت منك حاجات مهمه قوي. اتعلمت الانسان مش مهم كرافتته تبقى حرير، المهم افكاره وعواطفه تبقى حرير والازاز كتر. كتر قوي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. فرصه سعيده اني لقيتك هنا. ميرسي. دلوقتي سوسن فكرتني بايام زمان، كنا عايشين بنعمل فن وبنتكلم في الفن والموسيقى. هو في احلى من كده؟ انا بسميه التعب السعيد. يا خساره، دي حاجات اتحرمت منها من زمان. الله، هو غير ايه يا جماعه؟ فين الشغل اللي هتفرج عليه؟ عندك حق. يلا بينا. الشمس كل يوم بتخبط على شباكي تصحيني، هتولد من جديد. تعالوا لما اوريكم الصوره اللي برسمها. يا سلام، انا ما كنتش اعرف انك قد كده فنانه. ميرسي. انت بتعزفي كانك بتحكي اسرار، بس لو تقدري تتخلصي من شويه الحزن اللي في عزفك وحياتك، ولا ايه؟ ياه، انت بتسمع موسيقى باحساس فنان حقيقي. تعرف ان في ناس لما بيسمعوا موسيقى كانهم بينضربوا علقه. بابا مسميهم ناس ازاز. عنده حق. حسام اتاخر قوي، انا كنت جاي اخد رايه في شويه تفاصيل بخصوص الفيلا. مفيش داعي، اصل حسام مش فاضي الحاجات زي دي. اتصرف زي ما عجبك، وانا عندي ثقه بذوقك. ميرسي قوي. اظن امشي بقى. مع السلامه. شيلوا البيانو ده بره في التراس. ايه هو اللي بره في التراس؟ ما يصحش يا سوسن يبقى البيانو في وش اللي داخلين ياكلوا، ولا ايه؟ فاكره يا سوسن لما خدتيني الاوبرا؟ ايوه اوبرا عايده. وتاني يوم لما حبيت تصالحيني فعملتي لي ملوخيه لذيذه. انا عايزك النهارده تطبخي لي ملوخيه زيها بالظبط. انا قلت للشغال. وحطي عليها كزبره. خلي بالك مش شغاله لا تسرق الكلاوي، لحسن عمي بيحبها في الشوربه. وما تنسيش تلبسي الفستان الجديد. ليه؟ ما الفستان ده كويس. لا، الضيوف شافوك كتير بالفستان ده. انت عايزاهم يقولوا عني ايه؟ ما عنديش فلوس؟ الفستان لسه عند الخياط. روحي هاتيه. هو انت ضد مصالحي؟ انا عازم الناس دول عشان شغلي، ولازم تظهري قدامهم بفستان جديد، والا تهزي ثقه العملاء بمستوى حياتي. انا داخل ايه في شغلك؟ انا تعبانه. هو انت فاكرني فيترينه بتعرض فيها فساتينك عشان الناس تعرف انك غني؟ أنا بقول هات الفستان يا عيا دي، اتفضلي. Thank you.
اهلا. لا مؤاخذة، اصل الفوضى هنا منظمة زي ما انت شايفة. دي كويسة قوي. اصل انا كنت معدية من هنا وقلت اشوف. فعلا، لكن باردون. اصل انا كنت بجيب فستان جديد و مبروك عليك. مبروك على السمك. فعلا، اتفضلي. انا سعيد جدا بزيارتك. اتفضلي. الله، لكن مبروك على السمك ازاي؟ انا مش فاهم. اصلي رميته في النيل. ليه؟ طلع صغير عليكي؟ لا، حسيت انه ماليش نفس البس حاجه جديده. مش كده وبس، ماليش نفس اعمل اي حاجه. اسمعك موسيقى؟ في الحقيقه انا سالت حسام عن رسومات الفيلا الجديده وجيت عشان اشوفها. هي فين الرسومات؟ ايوه يا باشمهندس، انا شفت الرسومات، بس انت مدي لليفنج روم عنايه اكتر من اللازم، مع ان مفيش حد غريب هيشوفها. المهم تبقى تحفه فنيه تحقق خيال وتريحكم. ما وصكش يا احمد، ضروري كله يبقى في حدود الميزانيه المتفق عليها في العقد. والله انا هعمل كل جهدي، بس انا مستحق دفعه. خلاص، هبعت لك صور الرسومات ومعاها دفعه تحت الحساب. طيب يا سيدي، مع السلامه. ما قلت ليش فين الرسومات؟ ده حسام اللي كان بيكلمني، ورسومات انا بعتها له. طيب، اصل انا كنت يعني ايه. سوسن، تعالي سوسن. سوسن، انا عايزك في حاجه مهمه. خير؟ ممكن نتمشى شويه؟ سوسن، نفسي اقدم لك حاجه تكوني عاوزاها. وانا ايه اللي اقدر اقدمه لك؟ تخليني احس اني ممكن اقدر اساعدك. تكلمين عن نفسك، عن احلامك، امالك. انت ليه عايز تعرف كل حاجه عني؟ لاني حاسس زي ما اكون مسؤول عنك. انا حكايتي بسيطه خالص، ومتهيألي انها معروفه لانها بتحصل كتير. انا صحيت مره من النوم لقيت نفسي لازم اختار بين طريقين، يا اما اتجوز حسام او اتشرد انا وبابا. ظريفة يا اكسلنس. مع السلامة علي بي. انت لسه ما روحتيش؟ اللي واخد عقلك يتهناه. الحفلة كانت جميلة والناس كلها كانوا مبسوطين، بس يا خسارة. أرجوكي، أنا مش مستحمل هزار. مش مستحمل هزار؟ جد قوي حضرتك؟ على عموما أنا أحبك جد، انما مراتك دي هزارها تقيل قوي. تسيبك يا عيني في حفله زي دي لوحدك؟ عارف يا حسام، انا مشغوله عليها قوي. يا ترى هي فين دلوقت؟ بتعمل ايه؟ تبقى مصيبه لو حصل لها حاجه. لا، انا عارف هي فين، لازم ابوها كان تعبان وراحت تزوره. كده شاو، يبقى سلم لي على ابوها. بونسوار سمير بيه. اهلا وسهلا، دي زياره سعيده، اتفضل. اتفضل. شكر. اتفضل. شكر. اظن انا جاي لك في وقت متاخر. مفيش زمن بين الاصدقاء. امال ايه اللي جوه ده؟ دي اوراق عشان الرسم، اياك تكون رضيت عن الفن. وانت قاعد لوحدك كده على طول؟ ليه؟ ما انا معايا الليل والشغل اللي بعمله والتفاؤل بالحياه، دول كتير قوي. فعلا. اعمل لك قهوه؟ لا ميرسي،
الحقيقة أنا اشتقت لك من القلب للقلب. أرجو أن يكون ما عطلتكش. سوسن، كنت فين؟ انت كنت بتجيب الفستان منين؟ من بلجيكا؟ ممكن نأجل المناقشة دي لبكرة. ظريفة قوي. أسألك السؤال النهاردة تجاوبيني عليه بكرة. كنت فين؟ وفين الفستان اللي جبتيه؟ تعرفي غيابك عن الحفلة كلفني ايه؟ كل المدعوين هيطلعوا بره يتكلموا، ومع ذلك حضرتك زعلانة مني. أنا أساسا بشتغل طول النهار لمين؟ ده أنا حتى في أوقات فراغي بستغلها في الشغل، وده كله عشانك. مش عايز أخليكي ناقصة حاجة. أنا بحبك. بحبك. حسنية، اتفضلي. يا هراب بقى كده ما تعمليش ولو تليفون وحش. انا افتكرتك مخاصمني عشان كده جيت لحد عندك عشان اصالحك. في ايه يا احمد؟ مفيش، نام يا تحيه. الظاهر انك تعبانه، روحي عشان تستريحي. اخس عليك يا مجرم، عاوز توزعني. فهمت، انتوا كده يا رجالة كلكم خاينين. انا مش نازلة الا رجلي على رجلك. ارجوكي انا مشغول. طيب اشوفك بكرة الصبح. لا، ورايا شغل. شغل ايه؟ في المقطم، في فيلا حسام. يلا يا سوزي. يلا فين؟ انا مش منقولة من هنا. ايه ده يا احمد؟ زي ما انت شايفه. اخي ده انت ذوقك تعبان بشيء. خش.
ده مش قد الألم ده. أنا هدفعك ثمنه غالي جدا. تحية، أنا آسف. مفيش داعي للأسف. تعال يا أحمد، أنا مش عايز أعرف مين دي، بس ما كانش مفروض تيجي هنا وفي ساعة زي دي. أنت فاهمة غلط. تحية، أنا اللي ممكن أجرح شعورك. أنا اتضايقت للي حصل زيك تمام. أنا مفيش بيني وبينها أي علاقة. مش حلقوا كان فيه؟ دي قريبة الإنسان الوحيدة اللي أنا بحبها. أنت بتحب من ورايا؟ أيوة كده يا شيخة، اضحكي. وتقرب لها إيه؟ تبقى بنت عم جوزها. دي لازم زي قريبتها. أبدا، دي إنسانة عظيمة، رقيقة وفنانة وجميلة. عينيها بتشع فتنة والسحر والشجن، فيهم نظرة زي ما تكون شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. خلاص صدقتك. هي مش غلطانة، ظروفها اللي كانت غلط. صحيت مرة لقيت قدامها طريقين، يا تموت من الجوع هي وأبوها، يا تتجوز حسام. مشكلة. سوسن، 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 مالك يا سوسن؟ في حاجة؟ إيه اللي جابك هنا؟ جالي كابوس فاضي امبارح. يا سوسن، انت اليومين دول حالتك مش عجباني. قبل ما اتجوزك كنت كويسه ودايما مبسوطه. انا بستغرب. تستغرب ليه؟ عشان ظروفك احسن دلوقتي. انا الواحدة هتقتلني. يا سوسن، انت تقدري تروحي افخم نوادي وتتعرفي على ستات من ارقى العائلات. يلا قومي نغير هدومنا. حاضر. أنا ما بفهمش في الفلوس، لكن متأكد إن الفيلا هتكون علامة من علامات القاهرة. طبعًا يا باشمهندس، دي بكرة بوني اللي هتترسم على البريزة الفضة. أيوه، أنا ما قلتش حاجة، لكن أنت صرفت مبالغ كتير فوق الميزانية. أنا فعلًا خرجت عن الميزانية في الأساسات والمسلح. ما هو أنت لما تخرج عن الميزانية في كل بند بالشكل ده، في الآخر تلاقي المصاريف زادت قوي. والله حسب تصوري دلوقتي يمكن نحتاج فوق الميزانية الموضوعة حوالي 1500 جنيه. ياه، ده كتير قوي يا احمد. انت ناسي انك مرتبط بتنفيذ العمليه بعقد وفي حدود 7424 جنيه. طب ايه الحل؟ نكمل ولا ما نكملش؟ والله نكمل بس بالاصول. اتفضل سيجاره كليوباترا يا باشمهندس. متشكر. العفو، العمال عايزين فلوس. انا هكلم حسام. ازيكم؟ اهلا وسهلا يا ست هانم، نورتينا. انا النهارده جبت لكم الغدا. يدوم يا ست. دي ست طيبه قوي. Thank you.
تحية يا عم محمد. عايزها بحاجة؟ موضوع إيه يا عم علي؟ طيب أشوفها لك جوه. وتشكر قوي يا عم إسماعيل. تحية؟ خالتي بتسلم عليك قوي وتقول لك هاتي شوية زيت أنا الغداوي للشهر. زيت إيه؟ شوية زيت، ندع الجاز، حبة بطاطس، أي حاجة من عندكم والسلام، المهم بخش على بيدي فاضية. أنت بتقول إيه؟ طب تعالى نشتري شوية جاز ونشتري عمارة. خد يا عم اشرب شاي هنا بقى وادعي لنا. مش واخده لي بال حضرتك بقى؟ فانا بعد ابويا ما مات على طول ورثت الجزمه دي. انت ما عندكش غير الموضوع ده؟ لا عندي تلات حتت قماش صيفي وبكالوريوس تجاره. حلوين قوي، حد طايل. حلوين صحيح، لكن انا نفسي ابيعهم واشتري لحظه حنان، بسمه، طبطبايه حنينه. عندك حق، لكن تفتكر ان الحنان الحقيقي له ثمن؟ يا سوزي وقاعدين في المقطم ثاني حته. طيب مع السلامه. في المقطم. فين؟ في المقطم. كنت بتعملي ايه؟ كنت بتفرج على الفيلا. انبسطتي؟ في الحقيقة ايوه، وفي موضوع كنت عايزة اكلمك فيه. تعرفي يا سوسن ان البندقية ما كانتش تتنظف اول باول، تصدي؟ وانا راكنها بقالي سنه. فاكره اخر مره استعملتها في شهر العسل في المقطم، يومها كلب هجم عليكي وقتلته، فاكره؟ تعرفي ان الكلاب ابتدت دلوقتي تحوم حوالين الفيلا والمقطم حته مقطوعه زي ما انت عارفه. سوسن انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ارجوك تطلق. ايه بتقول؟ ايه اطلقك؟ ده مستحيل. مستحيل ليه؟ ما افتكرش ان احنا سعد قوي لدرجه الطلاق يبقى مستحيل. بصراحه انا مش هقدر اعيش معاك بعد كده. بقولك مستحيل اطلقك. الناس تقول عليا ايه لو عرفوا انك انت اللي طلبتي الطلاق؟ شوف يا سوسن، اذا كنت عامله حسابك اني هطلقك فاحسن لك رتبي امورك من هنا ورايح، انك هتعيشي معايا على طول. وانت ازاي تقبل على نفسك وضع زي ده؟ من النهارده الوضع ده هيتغير. انا هحقق لك كل رغباتك واهتم بيكي. انا هروح معاك السينما والمسرح والنادي والاوبرا. يا سوسن انت مراتي، بتاعتي انا. يا حسام انا لما بطلب منك الطلاق ما بطلبش حاجه غريبه، لان احنا متجوزين على الورق بس. بكره تحبيني. حاولت. انا عارف انت عايزه تتفسحي وانا مشغول. ايه رايك الجمعه الجايه هاخدك الاوبرج؟ في عرض جديد، تعالي.
صباح الخير. ازيك يا حسام؟ تعال انا عايزاك. ما كانش لك حق ابدا في اللي عملته امبارح. ده انت ليك اسمك ومركزك. مش عيب بنت مفعوصة وواتها الفوت يعملوا فيك كده. صحيح انا غلطت امبارح، لكن اعمل ايه؟ هتجنن. مش انا اللي اسكت على شيء يجرح كرامتي. ولا يهمك يا شيخ. سيبي الحكاية دي عليا انا. وهي فين دلوقتي؟ كانت نازلة وراي. اهي نازلة، استخبى انت. اهلا يا روحي، اهلا يا حبيبتي، ازيك يا سوسن؟ الحمد لله. ما دريتيش؟ مش احمد عاوز يتجوزني؟ مبروك. فشر. هو انا اتجوز الاشكال دي برضه؟ ده واد قليل الادب. ايوه، حكاية الادب مهمة قوي. طبعا، واحدة في مركزي لازم تحافظ على شرف العيلة. ازاي اقبل اتجوز واحد عايش مع واحدة عيني عينك وفي بيت واحد؟ بتقول ايه؟ اوحياك دي حامل كمان. ازيك يا زينة؟ اهلا وسهلا يا سعادة البيت. الست هنا؟ اتفضل. الباشمهندس مستنيكي تحت في الصالون. انا مش موجودة. ليه بس يا ست سوسن؟ روحي انت. انا كنت فاكره ان الست موجوده لكن ما لقيتهاش. معلش يا بيه. طيب متشكر. ايه يا سوسن؟ يا بنتي احوالك مش عجباني اليومين دول. لا ابدا، انا كويسه قوي يا بابا. انت هتضحكي عليا؟ نظراتك كلها حزن وحيره، زي ما تكوني مصدومه في انسان عزيز، مش كده؟ ليه يا سوسن؟ اهلا وسهلا. امال فين الست يا باشمهندس؟ الست؟ اعمل لك فنجان قهوه. من فضلك. حاضر. يا سلام، عمري ما حسيت انك مستقرة وحلوة زي اليومين دول. الله، ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس. ليه؟ تعبانة من حاجة؟ مش عارف. قوليلي، يمكن اقدر اساعدك. حاجات كتير. زي ايه؟ انا حياتي اصبح ملهاش طعم ولا فايدة. في سؤال من كتر ما بفكر فيه هيجنني. أنا عايشة ليه وعشان مين؟ عشان بيتك وجوزك. أيوه. طول النهار في أوضتها ما بتخرجش منها. شفت؟ أنا ست أعرف إيه اللي حطم الست ويكوي قلبها. وأنا استفدت إيه من قعدتها وهي بحالتها دي؟ واحدة واحدة. إيه اللي خلتها تنساه؟ تقدر تخليها تحبك؟ ما افتكرش. ده اللي بينهم أكبر من ألعيبك. ده بينهم سوء تفاهم زي اللي بيحصل للمتجوزين بعد شهر العسل.
انا مش هستنى لما ترجع تتنطط وراه وتحط شرفي وسمعتي في الوحل. انا لازم افتك بيه. طب وهي هتعمل فيها ايه؟ هي دي مراتي. حد في الدنيا يدمر حاجه بيملكها؟ هو اللي لازم اقتله. لا يا حسام، ده تصرف ما فيهوش حكمه. حكمه ايه يا عمي؟ دي سوزي شافتهم، اسالها حضرتك. يا حسام سوزي مش مننا، دي بنت مراتي وانت عارف حكايتها. سوزي بتكذب كتير. طب انا شفتهم بعيني، يبقى لازم انتقم منه. تنتقم بهدوء يا حسام. تعال انا هوريك فيلم تشوف فيه انتقام الملوك يبقى ازاي. محمد علي كان كل ما يخرج في موكب والناس تحليه يخرج واحد من الصفوف يشتمه. استدعى محمد علي. وسأل ايه اللي خلاه يشتمه؟ قال له انا كنت دخخني زيك وانت بقيت ملك وسبتني اموت من الجوع. قرر محمد علي انه يقتله، لكن فكر لو قتله هو فقير ومحتاج مش هيحرمه من حاجه. عشان كده اداله قصور وجواهر وفلوس وجوزه احسن جواز وسابه يتمتع في النعيم ده سنين وسنين. ولما محمد علي حس ان الراجل بقى عنده حاجه يقدر يحرمه منها امر بالقبض عليه. أنا دلوقتي أقدر أحرمك من شيء أنت بتتمتع بيه. وأمر محمد علي بإعدامه. شفت إزاي انتقام الملوك بيتم بالتفكير والتدبير؟ جبت لي الاوراق والمستندات الخاصه بالمهندس احمد زاهر. ده طالب 500 جنيه يا فندم. هو ساحب كام لغايه دلوقتي؟ 7527 جنيه يا فندم. يعني فوق الاتفاق ب 103 جنيه يا فندم. مش الاتفاق كان على 7424 جنيه؟ تحب سيادتك نلفت نظره ولا؟ لا. هو كان طالب ال 500 جنيه ليه؟ عشان يدفع قسط المقاول للعمال يا فندم. فاكر يا عمر؟ مش كان طالب 1500 جنيه زياده عن الاتفاق؟ ايوه فاكر. روح قول له كاني معرفش اني موافق على الزياده. عاوزك تخليه يتصرف في التزامات الشغل والاقساط من جيبه على امل انه هيقبض ال 1500 جنيه. اه طب افرض سيادتك انه حب يكتب ملحق للعقد. هي دي المساله اللي مش عايزها تحصل. البركه فيك. تقدر تتصرف؟ نتصرف يا فندم. من النهارده هعرف اعامل المهندس احمد ساهر. رحت للدكتور؟ واكرمني علشان خاطر عيوني. وازاي ابنك دلوقتي؟ الحمد لله. اهي يا عمر جبت الفلوس؟ ده انا ابن بلد يا باشمهندس وعمر وبكالوريوس تجاره. تاكد ان حسام بيه هيحط لك الفلوس باسمك في البنك بكره بعده وتصرف انت بقى. ايه ده؟ انت لابس برنيطه؟ بصره. انا اصلي دورت على الباشمهندس في النادي في المقطم في نقابه المهندسين ما لقيتوش. هيروح فين؟ لازم عند صاحب الملك. هو مش اسمه حسام؟ حسام بيه الجوهري. حسام حسام الجهري. الو ايوه حضرتك المدام. ازيك يا سوسن هان؟ انا عارفاكي كويس وشفتك مره. ايوه وجيتي عندنا البيت ونزلت جري على السيل. مين بيتكلم؟ انا اخته. أخت مين؟ أخت أحمد زاهر؟ أيوه أنا أخته تحية. أنت ليه هربتي يومها؟ أبدا أنا ما هربتش ولا حاجة. أنت بيتهيألك. إزيك يا تحية؟ أنت أخته مش كده؟ أهلا وسهلا. أهلا بيكي. هو أحمد مش عندكم؟ أصل عايزينه ضروري. طب يا فندم أنا عايزة أشوفك وأتعرف بيكي. أحمد كلمني كتير عنك.
طب يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. يا ده انت كنت قاسي عليا بشكل. اعذرني يا احمد. اللي يشوف رقتك وجمالك مش ممكن يصدق انك عنيده ودماغك ناشفه للدرجه دي. لازم اغير عليك. الحاجه الوحيده اللي في حياتي اللي خاف عليها هي حبنا يا سوزن. ايوه يا احمد، بس انا بخاف كل ما افكر ان احلامنا الجميله ممكن تنتهي. وتنتهي ليه؟ احنا مصيرنا بقى واحد. لكن وضعنا دلوقتي يا احمد مش عايز تفكير. تفكير ايه يا سوزن؟ احنا بنحب بعض، يبقى لازم نعيش سوا. يا ريت الدنيا كانت بالبساطه دي. احنا معقدينها. تفتكر حسام هيعكسك في حكايه الطلاق؟ حسام بيتهيأله انه بيملكني، وهو ما بيتنازلش لا عن املاك ولا عني. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ما نتحرمش من بعض ابدا. انا همسك الخشب. انت مبسوط قوي اليومين دول. وما انبسطش ليه؟ انا بعمل كل الحاجات اللي بحبها في شغلي وفي طريقه حياتي. نفسي ابقى زيك يا بابا. وايه اللي منعك؟ افظع شيء انك تاكلي لقمه مش على نفسك. تمام يا بابا. ازيك يا دحيه؟ ازيك يا عمر؟ مبسوطه؟ الحمد لله. طب ما تيجي نقعد هناك؟ لا خلينا هنا. تشربي ايه؟ فراولة. فراولة؟ طب ما تيجي نقعد هناك. لا تحية، ايه اكبر امنياتك؟ ابدا يكون عندي بيت صغير ويكون ليا بنت حلوة واسميها امل. يا ريت. خلاص طب ما تيجي نقعد هناك بقى. عاوزين ندفع التزاماتنا يا باشمهندس. يا سيدي خلاص هانت، حسام حط المبلغ في البنك. طب شوف لنا كده حزب 600 جنيه انا مؤقتا هديك شيك ب 500 جنيه انت متاكد ان حسام حطلك المبلغ في البنك؟ عمر اكد لي كده. تعرف انك بتصعب عليا. ليه؟ عظيم فلوس يا معلم. ابلع ريقك، ما لقيناش فلوس في البنك. ازاي؟ مش ممكن، لازم حصل غلط. شوف لنا صرف يا باشمهندس، العمال كانوا وشي عايزين فلوسهم ولسه حساب الاسمنت وامين الطوب. اطمن يا معلم شعلان. اطمن ازاي؟ انت مديني شيك براني. اركز يا راجل، حسام هيحط لي الفلوس في البنك ضروري. انا اقدر اصبر يومين مش اكتر. خير يا احمد؟ قهوتك ايه؟ شكرا، انا جاي لك عشان الظاهر حصل غلط. ربنا ما يجيبش غلط. خير؟ انا كتبت الشيك على اساس انك حولت لحسابي مبلغ 1500 جنيه والظاهر انك نسيت. ارجوك تحاول المبلغ بسرعه عشان اغطي الشيك، لان العمال ما صرفتش اجرها. مبلغ ايه ومقاول ايه وحسابي وحسابك؟ أنا مش فاهم حاجة. بلاش هزار، أنا فعلا في ورطة. أنا متأسف للورطة اللي أنت فيها، بس أنا مش بهزر. حقيقي أنا مش فاهم. مش فاهم إن ليك فيلا أنا ببنيها؟ وكنت مقدر لي ميزانية وأنا تجاوزتها؟ العقود اللي معايا ما فيهاش حكاية التجاوز دي. أيوة، ما هو أنا اللي فهمته من عمر إنك أرجوك. العقد شريعة المتعاقدين. طب والشيك اللي أنا كتبته؟ دي مسؤوليتك الشخصية. المفروض انك مهندس وتقدر تحدد مصروفات اعمالك على قد الميزانيه. دي خدعه. لا يا باشمهندس، ده عقد صريح. ده تدليس. انت عاوز تسجندي؟ ابعد ايدك عني. عرفت اللي عمله الباشمهندس؟ اداني شيك براني مع ان اديته كل فلوسه على داير مليم، بس هو اللي ميزانيته خرمت منه ونصب علينا كلنا. الشيك اللي معاك ده مستند خطير ضده، قدمه للنيابه. ولا مش عايز فلوسك؟ دي فلوسي، دي فلوس العمال. خلاص أنا ساعدك، قدم الشيك للنيابة تاخد فلوسك على طول. ها قلت لي عايزة تسمي بنتك إيه؟ أمل. أمل عمر. قصدك إيه؟ اسمين لايقين على بعض قوي مش كده؟ قلت يلا نتجوز بقى، جيب أمل وزوبة ورفاعي وعبد البر. ها أكلم بابا وماما إمتى؟ بابا وماما مش هتعرف تكلمهم. ليه؟ هما خواجات وما بيعرفوش عربي؟ لا أصل أنا يتيمة. ها؟ تأسف. طيب ممكن تكلم اخويا، نفسي تتعرف عليه يا عمر، ده شاب ممتاز، هو اخويا وابويا وصاحبي. خلاص هتعرف عليه واتجوزك. تعالي تعالي. في ناس عايزينك يا احمد.
حضرتك المهندس احمد زاهر؟ ايوه. في ايه؟ تلزم خدمه؟ احنا بوليس، حضرتك مطلوب للنيابه. نيابه؟ اتفضل معانا. ما تخافيش يا تحيه. على الله تكون حاجة مهمة اللي جايباك بدري كده. عايزين نشوف مهندس تاني يكمل بنا الفيلا. ليه؟ لا سمح الله، ده مهندس عبقري. ما خلاص، ما سعادتك عارف احمد زاهر انت دبول السجن على درجة محبوس. الولد ده حظه كويس، هياخد بدل إعارة وبدل انتداب، وكل ما يمشي يلاقي حواليه حرس وسلاح. أنا كتبت لك شيك بمئة جنيه مكافأة علشانك. 100 جنيه؟ هو ده بدل ما سجنته؟ هيص وفرفش، روح اتفسح مع حبيبتك، ولا تلاقيك ما بتحبش. انا بحب افكار سعادتك النيرة. الحقيقة دي افكار استاذ كبير قوي. طبعا يا فندم. عمر انا متأسف. تأخرت ليه؟ المواصلات. عشان تعرف قيمة عزيزة. ها اكلم اخوكي امتى؟ ها ما قلتليش. ممكن نأجل الموضوع ده شوية. ليه؟ مش اتفقنا؟ أيوه، لكن أخويا أصله ضحك عليه واحد نصاب. إيه؟ في إيه يا دعية؟ مفيش. قولي، اتكلمي. كان بيعمل فيلا وخرج عن الميزانية، وده بموافقة صاحب الملك. رجع قال له ماليش دعوة بعد ما خلاه يكتب شيك بدون رصيد. أخوكي؟ هو اسمه إيه؟ أحمد زاهر، أحسن مهندس في مصر. انت زي ما تعرفوش. احمد زاهر ده انا لا اعرفه قوي. ده صاحبي كمان. صاحبك؟ طب تعرف ان سمعته دلوقتي تمنها 200 جنيه الكفاله. تمنها 200 جنيه؟ يا سلام. صباح الخير. أمال فين أحمد؟ مش حضرتك برضو؟ أيوه. اتفضل. لكن فين أحمد؟ جوزك حبسه. حبسه؟ حبسه ازاي؟ خدعه، خليه يكتب شيكات بدون رصيد. لكن طيب فين المحامي؟ ازاي ده؟ المفروض يخرج بكفالة 200 جنيه. طيب انا جاي حالي. ادي يا ستي سبب المشاكل. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. ايه مالك عرقانة؟ اهويلك. لا 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 لا، حسبي عليها، احنا هنخسر اتنين في يوم واحد. ايه ومين بقى يطلع الاولاني؟ اللي سجنوه. ما كنتش اعرف. اوه باردون، متأسفة، اصلي كنت بهوي برسوم الفيلا. خسارة، دي كلفتني كتير قوي. خلي عندك شجاعة وطلقني. أيوة أنا بحبه. أنت مش سجنته وهو بريء، سيبني بقى، عايز مني إيه؟ أنا مستحيل أطلقك. أنا هنتقم منك وأنت في عصمتي. إيه تاني؟ إديني حريتي. خد كل حاجتك، الهدايا والمجوهرات والفلوس، بس إديني البيانو. بقى كده؟ كويس قوي. عشان تبيعيه وتدفعي له الكفالة، مش كده؟ لكن أنا مش هخليك تتهني بيه. دلوقتي جاي عليك الدور في انتقامي. وهتدفعي تمن خيانتك خالي. انت ثابت زي الباشمهندس ما دفع الثمن. تحية. عمر، جبت لك ال 200 جنيه. ميرسي. لكن دي فلوس الكفاله. جبتهم منين؟ استلفتهم. تعبت نفسك قوي يا عمر.
وانت حمل الحاجات دي؟ لا، ما انا استلفتهم من عزيزة. انت بعتها؟ طبعا بعتها يا شيخة، دي كانت مخلعة كتافي واجعلي ظهري، وصوتها كان مزعج قوي. معلش يا عمر، ان شاء الله لما يخرج احمد بالسلامة هيرجع حالك. عيب، ما تقوليش كده، ده انا بكرة اشتري لك يخت. يسعنا انا وانتي والعيال. ادي رسومات الفيلا اللي كان بيبنيها احمد. يعني لازم بني ادم يتولد بورقة ويعيش بورقة ويتجوز بورقة وساعات يتسجن من تحت راس ورقة. الشيخة تعالي تعالي يا فندم. الكفالة دفعها واحد اسمه عمر عبد الحميد. شكرا. لا يا حسام، غلط. عرفت اني كان لازم اقتله من الاول؟ اهدى بس، انا مش عارف معنى ثورتك دي. اهدى عمي، انا هنفجر برضه. اهدى، ده طلع من الحجز وعامل فرح لاخته، والكارثه ان عمر هو العريس. عمر دراعي اليمين، خني. زمانها بتبارك له دلوقتي. مراتي في الفرح بتقوم بالواجب. انت ليه مش موافق على قتله؟ بالعكس، انا موافق جدا، بس برضه ايه ده يا ابني؟ شوف يا حسام، كل شيء في العالم لازم يتم بهدوء عشان ما حدش ياخد باله. اسجن بهدوء، اشنق الناس بهدوء، اتجوز بهدوء، واقتل بهدوء. البدر يويح ويا الشمس هلو ساعة ما طايله، والورد مايل على البطن قاله، والدنيا ضحكت ساعة
الباشمهندس؟ الست سوسن في خطر، حسام بيه حبسها في المقطم وبيعذبها. انا الغفير، الست سوسن هي اللي ادتني النمره. ايوه بتقولك تعالى الحقها. انت جايبني هنا ليه؟ عند الفيلا، مش هي دي السبب؟ مش فاهمة قصدك. عاوز انهي الموضوع المعلق اللي بيني وبينك، مش دي رغبتك؟ هتطلقني؟ يعني بس بهدوء. قصدك ايه؟ قصدي مش هنشوف بعض تاني. يا خسارة، ما كنتش احب العلاقة اللي بيننا تنتهي بالشكل ده. فاكرة أول مرة جينا هنا كنت ببني لك الفيلا دي هدية؟ أنا متأسفة يا حسام، الظروف كانت أقوى مني. معلش، الدنيا دي زي السبق، حصان يكسب والتاني يخسر. خير؟ انت جيت يا باشمهندس؟ ايوه. كنت خايف عليها مش كده؟ لا طم، انا هديها حريتها تتصرف زي ما هي عايزه. انتوا طبعا هتتجوزوا بعض. انت بتتكلم جد؟ امال تقدر من دلوقتي تتفضل انت وهي مع السلامه. يعني ايوه، ورقة الطلاق حالا هتوصلك. بس شوف يا حبيبي، ضروري تعزموني على الفرح. وليه لا؟ مع السلامة. مرسي يا حسام، مرسي.